مشهدي بطف المنية وموقف ذكرى يفجع قلب الأبوه يندهل صبرا. الله الله في هذا الغريب، نرتلها جيلا بعد جيل. عنوان سورة الخدام في كتاب العشق، وهذا الغريب كعبة العشاق ولطمنا جزع عاشورائي. ياللي حضرت في موكبي حسين الطهور تبكي وتنور. تخليدا لواقعة الطف العظيمة وحزنا على استشهاد سيد شباب أهل الجنة، انطلقت مواكب اللطم بقرية النويدرات ابتداء من ليلة السادس من شهر محرم الحرام لعام 1440 هجرية. 8 مواكب تقسمت بين الليل والنهار، كان منها موكب العزاء الحسيني وموكب ذو الجناح عصر يوم العاشر وموكب الأحزان ليلة الحادي عشر. وبمشاركة عدد من خدام سيد الشهداء الرادود فواز عبد النبي الرادود حسن علي الهدي خاض القمار ماي النهار والعطش نيران الرادود جعفر أحمد قنبر الرادود عباس البربوري ربيت بحجري وبعيني أباري تناغيني على البسمة وناغيك جنت أنظر رسول الله بمحياك الرادود إبراهيم محمد إبراهيم تخضب قمر هاشم على حدود النهر غاب والصيحه تمو حرم ضجت بلا طناب شلون حتم الدنيا بعد فراق الاحباب الرادود علي احمد قنبر موسى هلت بصر لزينه حارتنا موسى هلت انظر لزينه بحايره وسليبه من بعد عينك اسمها زينب الغريبه الرادود حسن العجوز لم تزل تعلو بتنديد الجرائم صفحة تأبى رضوخا للهزائم سطرت من منحر لا لم يسالم الرادود عيسى قمر العدو بصوت جرحني وتدري ذبحك ذبحني جيتك عفير بالمعارة والظهر يا خويا شارك المئات من المعزين في إحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام مع تواجد لافت من الناشئين الذين تعلقوا روحيا ومعنويا بأبي الأحرار مذ رأيت كربلاء وقعت عيني بأعين الحب والحزن مذ وعيت في هذه الدنيا وأوجاع كربلاء تغرس في روحي حتى تملكني يا حبيبي يا حسين
نور عيني يا حسين. يرفع حسين بسبيله ويلطم بدمع الوفا حزنا يجيله. اسمع العالم مضق من الجليله، اسمع العالم مضق من الجليله، واحنا غير حسين ما عدنا وسيله، واحنا غير حسين لو نضحي بدمنا ما ننسى رحيله رحيله رحيله. المعاد تضحي لاجل قليله قليله.